وتبقى الأرض الليبية في حال غليان، وتداعيات الأوضاع والفلتان الأمني يهددان المحيط وسط اتهامات عكسها الجيش الوطني الليبي للجماعات المسلحة والميليشيات المحسوبة على الإخوان بالوقوف سدا منيعا أمام قيم الدولة، والصورة خير وصف. في هذا الوقت تتواصل المساعي الأممية لإيجاد حل في ليبيا، سفارات أقفلت، دبلوماسيون غادروا، آخرون حطوا، وكان آخرهم وفد تابع للأمم المتحدة وصل إلى طرابلس في الساعات الأخيرة أجرى مشاورات تلفها السرية في تفاصيلها، أما في العلن فالوضع الميداني لا يشير إلى أي تحول فيه. مصادر للعربية أكدت أن المتظاهرين الداعمين لمؤسسات الدولة من جيش وشرطة وبرلمان احتشدوا في ميدان الشهداء في طرابلس قبل أن يفتح مسلحون محسوبون على الإخوان النار عليهم. وعلى وقع استمرار المعارك تمكنت قوات الجيش الليبي من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية قرب الحدود مع تونس، تقدم ميداني قد يريح دول الجوار بحسب خبراء بعد أن فقدت 12 طائرة مؤخرا من ليبيا حصل عليها مسلحون ويرجح أن تستعمل في أعمال إرهابية. مخاوف دفعت بالجزائر لتنصيب منصات صواريخ على الحدود مع تونس وليبيا في خطوة استباقية واحتياطية، قال مصدر عسكري رفيع إنها تأتي بعد ورود أنباء مؤكدة وتقارير تفيد بأن جماعات إرهابية تعد للقيام بهجمات جوية بواسطة الطائرات تستهدف بصفة خاصة مؤسسات حساسة في كل من الجزائر وتونس والمغرب تماثل هجمات 11 من سبتمبر. بديع يونس، العربية.